يمتلك المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قائمة طويلة من التحولات في حياته، ولعل أشهرها كانت مساهمته في بطولات المصارعة الحرة، حيث كان مستضيفا وداعما ومصارعا في WWE. ويثير ترامب إعجاب البعض واستياء آخرين، وقد قال عنه الصحفي الأمريكي الشهير روبرت سلاتر أنه رجل أعمال مغرور ومتفاخر ومغامر وسريع الغضب ومحب للأضواء. وسيشكل انتخاب ترامب واحدا من أكبر الأخطاء في العالم، ففي كل يوم يسقط في مستنقع ألفاظه العنصرية من ازدراء للأديان وتكبر وغرور، وصولا إلى الاستخفاف بالمهاجرين. الماضي المتخبط لترامب يكشف شيئا فشيئا، ولعل مشاركته في الحلبة وهو يقوم بحلق شعر رئيس اتحاد المصارع الأمريكي فينس ماكمان بعد الاعتداء عليه بعد تحد بينهما على ما يعرف بموقعة الشعر مقابل الشعر، لهو نموذج على ما ستكون عليه فترة حكمه لأكبر دولة في العالم. ويبقى السؤال، هل سيتعامل ترامب مع العالم بطريقة حلق الرؤوس؟ حتى الآن لا جواب، بانتظار انتهاء المعركة وانقشاع الرؤية.